وبرحب بمحمد، منورنا. ازيك؟ الحمد لله. النهارده كنت متألق في الندوه، ما خفتش وانت بتقدم كده قدام الريس؟ لا خالص، بالعكس، كنت فخور جدا ببابايا. حبيبي فخور بباباك وعايز الناس كلها تعرف قصته اكيد. اوكي، انت سنه كام؟ انا سنه ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي، وان شاء الله تبقى يعني تحقق كل اللي انت نفسك فيه. وهسالك نفسك في ايه بس. دكتوره رشا، شعورك ايه النهارده وانت شايفه محمد في الندوه التثقيفيه قدام الرئيس والناس كلها بتعرف حكايته وحكايه العميد احمد؟ والله وانا قلبي النهارده كان بيدق دق غير عادي، ومحمد واقف قدام الرئيس. احمد يستاهل اكتر من كده بكتير، اللي عمله للبلد دي واللي عمله لنا اكتر بكتير ان كمان محمد يقف. بس النهارده محمد لما قال نبذه صغيره جدا عن باباه، الدنيا كلها اتفرجت عليه وسيادة الرئيس اتفرج عليه، كان شعور ما توصفش. اكيد حاجات كتيره مع بعضها، فرحانه بابني وفرحانه ان هو بعد كل الحاجه اللي مرينا بيها ديت الصعبه قادر يقف وقادر بكل قوه. فخور بباباه، كمان حزين على حياتي. حزين على حياتك بس طلعتي احسن شاب، يبقى احسن سند ليكي في المستقبل. ومصر كلها النهارده يعني مش بس كانت بتشوف، ومصر كلها فخوره بالتضحيه اللي انت قدمتيها. وانا ليا الشرف اني قاعده معاكي الحقيقه. شكرا. اكيد النهارده استدعى عندك ذكريات كتير مؤلمه. العميد احمد استشهد في 2021 بحسب ما انا فهمت. قد ايه كان صعب عليكي رحله تربيه الابناء ملك ومحمد من وقتها لحد النهارده؟ وفي مؤمن كبير. مؤمن ما شاء الله، ربنا يخليهم لك وتفرحي بيهم. محمد اصغر حد عندي. محمد الصغير، ها، اخ العنقود. باين فيه، بصي مش بس شاطر، باين فيه شقاوه. ربنا يحميه ويحرسه. تحديات صعبه جدا. بصي، هي اي زوج ظابط تحديات بتبدا من اول ما بتتجوزوا، مش بس بالنسبه لظروفي انا بعد استشهاده. انا حتى واحمد موجود كانت الحياه صعبه جدا جدا، حياه مليانه. اولا طبعا ان انا في البيت كل حاجه انا بابا وماما، وانا اللي باخد قرارات لوحدي. انت الاب والام في غيابه كل حاجه. حياه صعبه في القلق، وان انا عشت فتره طويله من حياتي ببص على شريط الاخبار. هي كانت خدمته في الشيخ زويد عز الاحداث. احمد في شمال سيناء بقاله 6 سنين. احمد اتصاب مرتين، كل مره فيها كنت بتخيل ان مش ممكن يرجع هناك تاني. بس يعني انت عشتي المشاعر الفقدان دي مرتين، خفتي الخوف ده مرتين والثالثه كانت الاستشهاد. بس بقى اقدر اقول الفتره اللي احمد كان موجود معايا فيها تعبانه وشايله الهم كله، بس سعيده. سعيده بمكالمته اللي بيكلميني، سعيده بالرساله اللي بشوفها على الواتساب الصبح، سعيده راضيه وسعيده. لكن دلوقتي انا راضيه بس السعاده مش سعيده. لا مش سعيده. بس انا عايزه اقول لك انه في حاجات احيانا ما بنبقاش سعده فعلا، بس بنعمل حاجات ليها قيمه كبيره. يا رب. وانت حتى في تربيه الاولاد محمد وملك ومؤمن ده في حد ذاته رساله وقيمه كبيره. يا رب. جدا يا رب اكون قدها. محمد احكي لي النهارده احساسك ايه وانت واقف قدام الرئيس، واستعديت قد ايه واتمرنت قد ايه بقى؟ انا بقالي بروح تقريبا البروفات ديت تقريبا شهر. فيعني وانا واقف قدام الرئيس وبتكلم عن بابا، كنت فرحان جدا وفخور جدا ببابايا ان هو بطل، وان هو حاجه حلوه جدا يعني عند ربنا. طبعا احسن حاجه عند ربنا الشهيد، احسن حاجه. طب بتتعب ماما ولا لا بامانه؟ تعرف ان انت سندها وظهرها في الدنيا دي. عايز تبقى ايه لما تكبر؟ هو انا عايزه اطلع دكتور، بس اصلا بقى لو طلعت دكتور لو طلعت ظابط وانا مش فارق معايا، انا فارق معايا ان انا اكون بطل في شغلانتي. تبقى بطل، كل دي حاجات هتخدم فيها بلدك وتخدم فيها الناس كلها، تبقى بطل والناس كلها تتكلم عن انجازاتك ونجاحك. برافو عليك، فخوره بيه اكيد. يعني على قد ما بتقولي شعور بالتعب وبالتحدي وقد ايه طبعا حزينه. خلي بالك ان محمد ده لما باباسته شد كان عنده 5 سنين، فمحمد هو اقوى ولادي. يعني اللي انت شايفه ده اقوى واحد فيه، اقوى حقيقي ولاد. لان هو صغير، فهو مشاعره تجاه بابا دلوقتي فخر بس. عشان احنا بنحكي له ده، لكن انا عندي في 2 في البيت بيتألموا وموجوعين غير ده خالص. عاشوا مراحل تانية من المأساة، من الألم، لانهم فاهمين وعاشوا مع باباهم فتره طويله، اكيد مفتقدينه.
محمد اكيد برضو مفتقد بابا، بس هو عارف بقى بابا كان دايما يقول له ان هو يبقى في مكان عالية. هو كان بيحكي معي. ايه اللي بيهون عليكي؟ اكيد بيهون عليا ان انا متأكدة ان جوزي في مكان كويس، وان ما كانش احمد يكون ده يبقى مين. كل صفات احمد في حياتنا انا مش عارفة ازاي انا ما رجعتش نفسي وقلت ان احمد هيبقى شايد. كنت لازم ابقى عارفة ان دي النهاية، لان هو كان راجل مش طبيعي، اخلاقه ما كانتش اخلاقه. ما جاش في خيالك السيناريو ده قبل كده؟ ولا جه في خيالك وحضرتي نفسك؟ ولا بصي، انا يعتبر مريت بمرتين، كل مره فيهم كان احمد قريب قوي للشهاده، خاصه المره الثانيه. ونقدر نقول من بعد المره الثانيه هو حاول يبعت لي رسائل، يمكن قبل كده ما كانش بيتكلم عشان هو عارف ان انا قلقه. من بعد المره الثانيه احمد بدا بقى يبعت لي رسائل ما فهمتهاش، بس لما بقعد اقراها دلوقتي خلاص عرفت هو كان عايز يقول لي. من بعدها بدأ وهو ماشي يقول لي المسك اللي هو هيتغسل بيه فين مكانه. آخر أجازة ليه شبه مش عايز يسلم علينا. يعني أنا العادي كان بيقوم ممكن نشرب حاجة سوا، سلم على الولاد، وبيبقى يعني فرق صعب يعني. المرة دي زي ما يكون هو ما كانش عايز يتعلق بينا، عينه مش عايز يجيبها في عينين. رسائل كتير بقى على الواتساب ما بيننا، كلام كتير. مثلا مرة من المرات بقول له خلاص بقى كفاية شمال سين، خدت اصابتين وراجل يعني ما شاء الله رتبتك وصلت ايه، خلاص كفايه بقى. راح قال لي ان اللي عمل في سبيل الله ونصر لديني لذة لا يعادلها متع الدنيا. كل ده انا ما فهمتوش الا بعد الاستشهاد. بتتعلمي منه حتى من سيرته دلوقتي؟ كتير، وفخر لينا. بعدين بسمع بقى كلام كتير عنه انا ما كنتش اعرفه. انا عارفه احمد الطيب الحنون الرومانسي الجميل جوزي. شفتي انك انت ارمله بطل؟ ما كنتش اعرف زوجة بطل. هي يعني مش ارملها، انا زوجة، لان انا جوزي حي. انا جوزي ما مؤمنة انه حي، حي وقاعد معانا وحاسس بينا. ومحمد النهارده هو بيقول انا واقف وبابا بيتفرج عليا، وهو واحنا في كل حاجه انا ماشيه في جنازته واحساسي ان انا هرجع احكي له اللي حصل. هو موجود معايا وموجود معايا في كل تفاصيل حياتي. فانا مش ايمانك أرمل. ايمانك مدهش الحياه، وربنا يقويكي ويصبرك. طب محمد، اذا بابا سمعك وشايفك تقول له ايه رساله توجهها له؟ اقول له ان هو وحشني جدا، وان ان شاء الله انا هرفع اسمه، وان شاء الله احاول على قد ما انا فخور بيه حاول ان هو كمان يكون فخور بيا.